مرحبا بكم في قناة مطبخ أمينة شمس. ما تنسوش الاشتراك ولايك باش ديما يوصلكم الجديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنىكم إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو هذا بسم الله. غادي نحضر معكم حلوة ديال الكوك على شكل ماكارون. عندي هنا 70 غرام ديال بياض البيض. البيض ما يكونش في الثلاجة، كيكون محيد من الثلاجة قبل بنهار. كنطرب شوية ومن بعد كنضيف 70 غرام ديال السكر سنيده، كنضيفها بالتدريج، كنقسم على 3 ديال المرات حتى كيولي بيض البيض على شكل المورينغ. صافي المورانغ وجدنا. كناخذ هنا 70 غرام ديال السكر كلاصي ديال كلاصي سبيسيال على 150 غرام ديال الكوك، كنطحنو مزيان، كنعاود نطحنو وكنغرب السكر مع الكوك، كنخلطهم وعاد غادي نضيفهم على البيض البيض. صافي كنخلطهم جوج بحال هكذا وكنكبهم. غادي نضيف معلقه ديال العصير الحامض، صافي وكنخلطو مزيان. وغادي نخليهم حتى كينشفوا مزيان، عاد غادي ندخلهم للفران. كندخلهم على 150 درجه، كنشعل الفوق والتحت وكنخدم المروحه وكنخليهم حتى كيطيبوا على خاطرهم، وعاد كنجبدهم. وهذا هو الشكل ديالهم بعد ما طابوا. دابا غادي ندير لهم الكريمه الوسط. ندير الكريمه بالعصير ديال البرتقال. درت 300 ملي ديال العصير البرتقال، جوج معالق ديال النشا، 3 معالق ديال السكر، جوج ديال صفار البيض. خلطتهم مزيان على البارد وعاد رديتهم فوق العافيه حتى كيتقل الخليط، عاد جبدته. وهذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى الاعجاب ديالكم، كنشكركم بزاف على المشاهده والتشجيع ديالكم، والى اللقاء الوصف اخرى ان شاء الله باذن الله.